السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا وحوش الثانوية، عاملين ايه؟ في مشكلة بتقابلنا في الاعداد المركبة، ان الجا والجتا ما بيجوش مظبوطين. ازاي تتعامل معاهم بالآلة الحاسبة، او بمعنى اصح انت ازاي تكتب اي مسألة مهما تكون على الحاسبة وتطلع المقياس والساعة مظبوطين؟ الموضوع بسيط جدا. اول حاجة لازم تكون بتستخدم آلة بتدعم الكومبليكس نمبر. الكومبليكس نمبر او هعرف ازاي؟ بمنتهى البساطة اضغط على زرار مود او سيت اب، ده ضغطت عليه هتلاقي كلمة كومبليكس اللي هو الاختيار الثاني هنا. لو لقيته عندك يبقى تمام، شغال معاك النظام. هنختار اتنين طبعا. هتلاقي كلمة كومبليكس ظهرت فوق هنا. بعد كده يا باشمهندس بتكتب اي سؤال مهما يكون. يعني مثلا معانا سؤال 2 كوزين 120 اللي هي جتا 120 ناقص ت هنا اللي هي تحت زرار انش. شفت انج دي؟ هي دي ت. وتكتب الساين عادي، ساين 120. كان مدي لك مسألة كده. طبعا احنا عارفين ان السؤال ده مش مضبوط. ليه؟ لان الاشارة اللي جت هنا سالب وكان لازم تكون موجب. هتضغط يساوي عادي خالص. ضغطت يساوي، بص بقى، زرار شيفت مع رقم 2. شوف رقم 2 هتلاقي تحته كلمة كومبليكس. لما هتختارها هيقول لك ايه؟ انت عايز زاوية اورجانت واحد ده اللي هو ARG، انت عايز زاوية في اورجانت، ولا عايز الكونجوجيت اللي هو المرافق، ولا عاوز الار والسيتا اللي هو المقياس والسعة، ولا عايزه في صورة او صورة جبرية؟ لا، انا عايز المقياس والسعة اللي هو 3. هتضغط 3 وتتكى يساوي. الطول معاك ب2، ده الطول، والزاوية سالب 120. نشوف مثال كمان. لو كان معانا مثلا مسألة جا 30، قفلنا القوس، زائد ت جتا 30. ايه المشكلة اللي في المسألة يا شباب؟ ان الجا جت مكان الجتا. خلاص الموضوع بقى تافه، ما بقاش فيه اي مشاكل. كل اللي على حضرتك بتضغط يساوي شيفت رقم 2. هيقول لك انت عاوز ايه؟ عاوز ARG الزاوية على شكل اورجانت، ولا عاوز المرافق بتاع السؤال، ولا عاوز المقياس والسعة، ولا عاوز الصورة الجبرية. وليكن مثلا ان انا عايز المقياس والسعة. هتقوم مختار رقمها اللي هو 3 ويساوي. يبقى المقياس ب1 والسعة ب60 درجة. خلي بالك دي ما بتتعاملش إلا بالدرجات، ما بتتعاملش بالدائري. نشوف مثال كمان. لو كان معانا مسألة 1 على جتا 120 كوزين 120، قفلنا القوس، زائد ت جا 120 ساين 120، وقفلنا القوس، بتساوي ده العدد بتاعها شيفت 2. طلع لي يا أستاذ الزاوية، المقياس والسعة. المقياس ب1 والسعة بسالب 120. يبقى مهما يجي لك الشكل ما تقلقش منه. حتى لو كانت المسألة جاية لك بصورة جبرية، يعني زي ايه؟ جي مثلا قال لي 1 ناقص ت مثلا بالفرض، على نزلنا تحت فرضا انها كانت 3 ت، انا كاتب اي حاجة، بتساوي ماشي شيفت كومبليكس. هنختار 3. قال ان الطول بجذر 3 على 2 والسعة بسالب 135. فرضا يا شباب ان انا كنت عاوز مرافق مسألة، معايا مسألة مثلا مش مظبوطة في كل حاجة، الاشارة مش مظبوطة، سالب ساين 30 ناقص ت كوزين 30. تمام، كتبنا يساوي شيفت 2. انا عاوز المرافق، عاوز المرافق اللي هو الكونجوجيت رقم 2 انصر اللي هي الاجابة السابقة، يعني بتساوي ده المرافق بتاعها، طلع سالب 1 على 2 زائد جذر 3 على 2 ت.
ده مش مهندس اللي كنت عايز اوصله لك. هتقدر تستفاد فيها وهتريحك كتير جدا 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 في الامتحان. اتمنى ان اكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.